بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نحمد الله سبحانه وتعالى أن عافانا ووفقنا لنعود معكم في مجلسنا المبارك مجلس الخميس الثقافي، ونرحب بكم في هذه الليلة المباركة التي نستضيف فيها الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ليلقي علينا محاضرة بعنوان في ظلال الفاصلة القرآنية. والدكتور عبد المنعم أحمد صالح مهدي التكريتي ولد في محلة التكارتة ببغداد سنة 1943، حاصل على بكالوريوس في اللغة العربية كلية الآداب الجامعة المستنصرية سنة 1967، والماجستير في اللغة العربية النحو كلية الآداب جامعة بغداد 1973، ودكتوراه في اللغة العربية في اختصاص اللغة كلية الآداب جامعة بغداد 1978. عمل في التعليم العام ثم بالتعليم الجامعي، وتدرج في المراتب العلمية حتى نال الأستاذية في جامعة بغداد سنة 1989. تولى رئاسة قسم اللغة العربية في أكثر من كلية، ثم عمادة كلية الشريعة في جامعة بغداد، وتقلد مناصب كثيرة أخرى. أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشتها في أكثر من جامعة وكلية داخل العراق وخارجه. له العديد من الكتب والأبحاث العلمية المنشورة في الموضوعات اللغوية والنحوية والعروضية والفاصلة القرآنية. فليتفضل الدكتور، جزاه الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكري وتقديري إلى القسم الثقافي بالهيئة على دعوتهم لي لإلقاء هذه المحاضرة. وهذه المحاضرة تتعلق بجزء مهم من أجزاء الآيات القرآنية، وهو أواخر الآية، وما يسمى بالفاصلة القرآنية. هذا الموضوع كتبت فيه كتب وتناوله علماء علوم القرآن والمفسرون كذلك وعدد من المحدثين. وأفضل كتاب من وجهة نظري صدر في هذا الموضوع هو كتاب الشيخ محمد الحسناوي، الدكتور محمد الحسناوي رحمه الله، اسمه الفاصلة القرآنية، وهو أشمل كتاب، يعني احتوى موضوعات مختلفة تتعلق بموضوع الفاصلة القرآنية، وهو أقرب إلى التاريخ منه إلى الجانب الفني، مع أنه الحقيقة عنده لمسات أيضا مفيدة ومهمة، وعنده إحصائيات. أنا أبحاثي غالبا يعني أعتمد بها على الإحصاء. حينما أتكلم وأنا أعرف حجم هذا الموضوع في القرآن الكريم، ومن خلال قراءاتي المستمرة للقرآن الكريم وتسجيل ملاحظاتي، سجلت أمورا كثيرة حول الفاصلة القرآنية، ويعني ممكن أن تخرج منها بحوث وكتب. أنا أصدرت 4 كتب خاصة بالفاصلة، آخرها هو أنظمة بناء فواصل رؤوس الآي في القرآن. ولي أيضا في الدراسات القرآنية كتب 3 أخرى، هذه أنجزتها خلال السنتين الماضيتين، كل هذه الكتب لأن هي مجموعة أفكار تجمعت لي فدونتها، والحمد لله في هذه الكتب. أعتمد على الإحصاء وعلى استقراء القرآن كله من أوله حتى آخره. لماذا؟ لأنه هناك من بعض الباحثين أشوف يتكلمون بأمور ويقررون أحكام، والحقيقة هو غير مطلع على سور القرآن كافة. لو يطلع
لتغيرت وجهة نظره في الأمور التي توصل إليها. فالإحصاء القرآني مهم جدا، والإنسان تكون قدمه راسخة ويعرف أنه استوفى جوانب الموضوع بشكل صحيح. الفاصلة فيها جوانب كثيرة حقيقة. أنا في كتابي الأول في الفاصلة القرآنية 7 بحوث متفرقة، وكل واحد له عنوان يختلف عن الثاني، ولكن الكتاب الثاني لا خاص، والثالث خاص في موضوع معين، وهذا الرابع في نظام الأبنية. أبدأ بالحديث عن موضوع أنظمة أبنية فواصل رؤوس الآي في القرآن، وذكر رؤوس الآي لأن من العلماء من يرى أن الفاصلة ليست مقتصرة على نهايات الآيات، بل هي كل نهاية جملة ممكن أن يوقف عليها، هذه أيضا تعد فاصلة، ولكن تختلف هاي الفواصل الداخلية يعني داخل الآية عن الخارجية. الخارجية فيها عناية فائقة في موضوع التوافق والتناغم، الداخلية يعني ليست مطردة موضوع التوافق. وأنا أيضا كتبت بحث في موضوع الفواصل الداخلية منشور في الكتاب الأول. موضوع الآن فواصل رؤوس الآية، وقبل أن أبدأ أتحدث عن بعض الأمور المهمة المقدمات. الفاصلة في اللغة تعني الخرزة التي بين الخرزتين في النظام، والنظام هو السلك التي تنتظم فيه الخرزات لغرض الحلية أو لأغراض أخرى. نعم. وفي الاصطلاح هي حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني وفيها بلاغة. حروف متشاكلة في المقاطع، متشاكلة في المقاطع يعني تبادر إلى ذهني أول ما قرأتها من زمان يعني ليس الآن، أنه يتحدث عن المقاطع الصوتية القصيرة والطويلة التي هي موجودة بالشعر، وهو كل كلام فصيح يتألف من مقاطع قصيرة وطويلة. القرآن، الشعر، كلام العرب، النثر، أي متحدث يتحدث باللغة العربية الفصيحة كلامه يقطع إلى مقاطع قصيرة وطويلة. يعني القصيرة تضم حرفا واحدا متحركا، والطويلة تضم حرفين، الأول متحرك والثاني ساكن. من هذه المقاطع الصوتية تتألف تفعيلات، فعول ومفاعيل، يمكن معظمكم سامع بهذا أو يعرفه. هذه في الشعر، هو كل وزن شعري يتألف من مجموعة تفاعيل وتدخل عليها زحافات وعلل إلى آخره، هذا في علم العروض. ويتميز الشعر بالقافية ووحدة القافية في كل قصيدة، وبأوزان طبعا معروفة. القرآن الكريم له شكل آخر، له استقلالية، على الرغم من أن الفاصلة كما سنرى يعني لاحقا تشترك مع القافية في أمور، ولكنها تخالفها في أمور أخرى، لها شخصية لا تنطبق تمام الانطباق. ولكن العرب ألفوا سماع القوافي بالشعر وسماع السجعات في كلامهم وفي نثرهم فاستحسنوه، يعني حتى أصبحوا لا يقبلون كلاما لا تكون نهاياته متوافقة مع بعضها. وحتى يعني ذهبوا أبعد من ذلك في الكلام الاعتيادي، أصبحوا يضيفون ألفاظ لأغراض الإيقاع الموسيقي ولا معنى لها. حينما يسأل الأعرابي كيف أنت، يقول حسن معلومة، بسن
قسن، هذه اللفظتان الأخريان لا معنى لها إلا لأغراض، ولكن يسموها الإتباع والمزاوجة، وهي حتى باللهجة العامية عندنا موجودة، يعني واحد يتكلم كلمة ويتبعها بأخرى إلى آخره، يقول رقية ومقية ومعرف إيش. وأنا أذكر يعني على سبيل النكتة، أحد أصدقائنا الأساتذة جده رجل كبير يذهب إلى السوق يتسوق، وعادة معه يؤجر حمال معه الأغراض، يحمل معه الأغراض إلى البيت. ومرة هو يعطيه درهم، ذلك الوقت كانت يعني الأمور رخيصة، فالحمال طلب منه درهمين، فقال له يا أخي لماذا درهمان؟ أنا كل مرة بدرهم واحد. قال له أغراضك كثيرة، رقية ومقية وطماطة ومماطة وخيار وميار، شو بالعامية هذه الكلمات. فالرجل ذكي قال له طيب خليني أنا أحمل الرقية وأنت أحمل المقية، وهكذا بالألفاظ الأخرى، فهاك الدرهم وصلني إلى البيت. فهذه الإتباع والمزاوجة موجود في الفصيحة وموجود بالعامية لأهمية القافية، أذنهم تعودت. لذلك حينما جاء القرآن الكريم نزل على عادة العرب وسننهم في كلامهم في كل شيء، يعني قوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا، هذا القول واسع واسع والكلام فيه كثير ومتشعب. فحينما تتبع هذه الأمور تجد كل شيء هو يعود إلى ذوق العرب، لهذا قطع الحجة عن العناد وعن إنكار القرآن بما ألفوه. ولهذا وضعت كتابا آخر اسمه تأويل القرآن بكلام العرب وسننهم، بعادة العرب وسننهم في كلامهم. فالقرآن يعني جاءت فيه مواقع معينة تحاكي ما يعرفه العرب، يعني من ذلك يعني تقرأ عن آل فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض مثلا، واحد يفكر يقول كيف تبكي السماء، لكن لما يرجع إلى عادة العرب كانوا يعظمون ملوكهم وأمراءهم، وكان إذا مات ملك منهم يتصورون أن السماء تبكي عليه والأرض تبكي عليه، وأن الدار إذا هجرها صاحبها تبكي عليه. هذه معتقدات، القرآن نزل على هذا المعتقد، وإن كان الحقيقة هي غير هذا، السماء لا تبكي على أحد. يعني حتى الحديث الشريف أيضا حاكى عادتهم في هذا المجال، فقال عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن يموت في غربة ليس له بواك إلا بكت عليه الأرض والسماء. هذه واحدة من العادات. أنا جمعت أكثر من 120 عادة من هذه العادات وأقوال المفسر بها إلى آخره. هذه أيضا موضوعنا، هذا أيضا هو على عادة العرب. فأتحدث عن الأنظمة وأستطرد فقط في المقدمة. فإذا ذكروا أن الفواصل هي أواخر الكلام، أواخر الآيات، وأيضا أواخر الجمل التي يوقف عليها. هذا كلام معقول لأنه الأحكام واحدة في الوقف العارض. الوقف العارض الردف، حرف الردف يمد من حركتين إلى ست حركات، هذا سواء في الفواصل الداخلية أو فواصل رؤوس الآية. موضوعنا هو فواصل رؤوس الآية لأنه هي المقصودة في القرآن، وهي يعني عناية كبيرة في موضوع نظم القرآن وفي موضوع أواخره. عندنا أبو عمرو الداني
يقول: الفاصلة هي الكلام التام المنفصل عما بعده، فقد يكون رأس آية أو غير ذلك، فكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية. هذا ملخص الذي ذكرته، لكن أكثر المفسرين عنايتهم بفواصل رؤوس الآية. طبعاً القرآن استعمل الفاصلة، لأنه القرآن لما الله عز وجل سلب عنه اسم الشعر، كذلك ألقاب الشعر سلبت، فمكان الديوان صار قرآن، مكان القصيدة صار السورة، مكان البيت صارت آية، لاحظوا، ومكان القافية صارت الفاصلة القرآنية، فهي خاصة بالقرآن. أما فسروا يعني ما ورد من آيات مفصلات وبكتاب فصلناه في موضع آخر، فسروها هو تبيين الحلال والحرام والكذا، لكن قسم من المفسرين فسروا بأنها إشارة إلى الفواصل، الآيات مفصلات، وأيضا يحتمل هذا المعنى. طبعا الفواصل الأصل الوقوف عليها حتى تبين توافقها وعناصر توافقها تظهر مع ما يجاورها بالوقوف عليها، فإن لم تقف لا تتبين الفاصلة، يعني إذا عديت الفاصلة وانتقلت إلى الآية التي بعدها لا تظهر هذه المحاسن في الفاصلة، ولذلك العلماء حثوا على الوقوف، والسبب هو هذا. والكلام المنظوم يختلف عن المنثور بنهاياته، ونهاياته حقيقة اسموها مقاطع الكلام، أسمع كانوا العرب يهتمون كثيرا بمقاطع الكلام، والمقاطع تعني عندهم نهايات، فالنهايات الشعر مثلا القافية، نهايات الآية الفواصل، نهايات النثر السجعات، هكذا. فهاي لهم فيها عناية فائقة، وطبعا الفاصلة هي ضمن مقاطع الكلام. القرطبي وصف الفواصل بأنها حلية وزينة للكلام المنظوم، ولولاها لم يتبين المنظوم من المنثور، ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن. حث على الوقوف عليها، قال: فمن أبدى فواصله بالوقوف عليها فقد أبدى محاسنه، أي محاسن المنظوم، وترك الوقوف يخفي تلك المحاسن ويشبه المنظومة بالمنثور، وذلك إخلال بحق المقروء. وكلام آخر للطيب بن عاشور أيضا بهذه المعنى يقول: فثبت بذلك أن الفواصل من محاسن الكلام، وأنها من جملة المقصود بالإعجاز بالرجوع إلى محسنات الكلام، وأنها لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الشعر وبالأجزاء في الكلام المجهول. وذكروا أن الفواصل معتبرة وهي من مقتضيات البلاغة، لذلك جاء الاهتمام بالفاصلة. هنا إذا نعقد مقابلة بين القوافي وبين الفواصل، القافية صعبة جدا، لذلك أطلق اسم القافية على القصيدة وأطلق على البيت لأهميتها، الجزء المهم هي، ولكن عند البشر ينتابها الضعف كثيرا، لأنها مطلوب منا أن يأتي بكلام يتناغم مع ما قبله ويماثله في حرف الروي ويشابهه في الوزن، وفي الوقت نفسه يعطي معنى إلى البيت الذي قبله، يعني اللي هي في نهايته. الحقيقة هذه هي صعبة، والشعراء يعرفون بقوة قوافيهم،
ذكر لنا أستاذنا المرحوم صفاء خلوصي كلاما لم حقيقة لم أجده منشورا، هو يعني سمعه بشكل خاص، يقول كان شوقي وشوقي شاعر كبير حينما يقرأ دواوين شعراء سبقوه يضع مسطرة على القوافي يغطيها، يقرأ البيت ثم يأتي بقافية من عنده، فكان يأتي بقوافي أحسن مما جاء بها أصحابها في كثير عند كثير من الشعراء وفي كثير من المواضع، لكنه يقول حينما وصل إلى المتنبي عجز، المتنبي أقواهم أقواهم شعرا وصلة وكل شيء معلوم، هذا يعني لدى الباحثين هو القمة، وإن كانت يعني من ناحية علمية العصور المختلفة من الصعب واحد يقارن، لكن لو جاز هذا جازت هذه المقارنة لكان المتنبي في القمة. والقافية أحيانا تقود الشاعر إلى أن يقول كلام ربما هو لا يقصده، وأذكركم مثال الصاحب ابن عباد كان وزيرا وذات يوم عزل قاضي قم، عزله بيت شعر، أرسل له بيت شعر قال له أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم، فسئل القاضي ماذا صنعت وعزلك الوزير؟ قال والله لم أفعل شيء ولكنها ضرورة القافية، قم قم لا تتناغم معها إلا فقم، يعني هي من باب النكتة لكن هي حقيقة، هذه موجودة بالمصادر القديمة. هناك عناية بالفاصلة من القدماء ومن المحدثين، ولكن لم أجد فيها تفاصيل لنظام شامل يغطي جميع الفواصل في القرآن الكريم اللي عدده 6236 فاصلة، معلوم هي بعدد آيات القرآن الكريم. يتحدثون عن جوانب بلاغية يعني من حيث توافقها حرف الروي واختلاف الوزن، قسموها إلى متوازية متطرف ومتماثل إلى آخره، هذه لا أريد أن ندخل في تفاصيلها. ومن حيث علاقتها بما قبلها في المعنى أيضا قسموها إلى أقسام، إلى أربعة أقسام موجودة عندي بالكتب بالتفاصيل موجودة. فهكذا كانت عنايتهم وحينما تقرأ كتب التفسير في مواضع كثيرة يفسرون التقديم والتأخير بأنه لتوافق الفواصل، وهذه مسألة خلافية، يعني هل الفواصل يعني يتلاعب بها بهذا الشكل أن التقديم والتأخير من أجل الفواصل؟ هذا كلام يعني به أخذ ورد بين المحدثين وبين العلماء، والحقيقة بعضهم ينكر أن تكون للفواصل أهمية من المحدثين، لا أريد أن أذكر أسماء يعني، لكن أمثلة يعني مثلا بنت الشاطئ تقول لو كانت للقوافي الفواصل أهمية في آخر الضحى ما كان قال فحدث، فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر، قالت كان قال فخبر مثلا، يعني هي في وجهة نظرها طبعا هي فاتتها أن قراءة فخبر موجودة، ذكرها ابن خالوي وذكرها الزمخشري أيضا ونسب هذه القراءة إلى علي رضي الله عنه، قراءة فخبر موجودة هي أيضا. فيقولون ممكن الفاصلة تضرب، ولذلك إحنا ما يجوز نفسر نقول هذا حدث من أجل الفاصلة، الحقيقة هذا أيضا هو كلام متطرف، يعني مثل ما واحد يعني كل شيء فسره لأجل الفاصلة، هذا أيضا إنكار الفاصلة أيضا هو متطرف، والوسطية هي الصحيحة. يعني أنا من خلال استقرائي لآيات القرآن أشوف كل كلمة وردت في ثنايا الآيات لها وظيفة واحدة، هي جزء
من المعنى السياقي الآية إلا الكلمة الأخيرة التي تقع في الفاصلة، فلها وظيفتان، وظيفة أفقية هي جزء من معنى الآية، جزء غير متكلف تأتي في مكانها، وهذا الفرق بين إعجاز القرآن وبين نظم البشر، ولها وظيفة أخرى عمودية يجب تتناغم مع ما قبلها، وسأتي إلى ما هو التناغم هذا هكذا. لكن لم نجد عند المفسرين، وأنا كتب كثيرة يعني من خلال هاي كتبي رجعت يعني إلى ما يقرب من 100 كتاب تفسير كلها أقرأها، فشفت المفسرين ما يخوضون في هاي الأعماق اللي أنا يعني كنت أود أن يذكروها، مثلا نظام شامل للقوافي للفواصل في القرآن ما لم أجد هذا، أجد أن هذه توافقت مع هذه بحرف الباء مثلا إذا اشتركت، آخر يقول توافقت في الوزن بس ما يتكلم عن الوزن شنو هو، ونتف تجدها هنا وهناك. لهذا يعني أنا فضلت أن يعني أصنع أنا كتاب، وبحسب وجهات نظري التي أرى أنها صحيحة من خلال اطلاعي على كلام العرب والمنظوم منه في النثر، وكذلك شعر العرب، يعني أنا في قضية الأوزان أيضا عندي اختصاص فيها وعندي مؤلفات فيها، الأوزان الشعرية هي تتشابه ولكنها لا تتطابق. أما الحجة بأن الفواصل قد يتخطاها القرآن، هذه في مواضع محدودة، يعني أنا عندي إحصائية لكل شيء، يعني من زمان أنا من سنين يعني تقريبا من 20 سنة وأنا أدون، كل ما أقرأ القرآن كل ختمة أنا أدون، فلذلك أعلم تماما ما موجود في القرآن. الفواصل التي لا تتناغم مع مجاورها أسموها الفواصل المنفردة، هذه 11 و100 فاصلة، هاي نسبتها إذا تأخذها إلى 6000 ما يزيد على 6000 فاصلة، كم تكون جزء من 1%، 0.7 × 10 فهي قليلة جدا هذه، وهذه أنا وجهة نظري هي مقصودة. القرآن الكريم هو في قضية حرف الروي سأتي عليه لاحقا، حرف الروي لم يلتزمه القرآن التزام الشعر بالقافية، القافية الميمية كلها نفس الوزن ونفس الكذا من أول قصيدة إلى آخرها، تروح للنون كذا تروح كذا، أما القرآن الكريم فهو بين الالتزام وعدمه، التزم حرف الروي في مواضع ولم يلتزمه في مواضع أخرى، لذلك عن عناصر التوافق لم أدخل فيها حرف الروي. إن تماثل سيكون عنصرا مضافا جيدا، وهو يتماثل يعني تجيك صورة كاملة، صورة القمر كلها على الراء تأتي مثلا، لكن ليس كل السور هكذا فتتنوع. وعادة العرب حينما يتحدثون عن موضوعات حينما ينتقل من موضوع إلى آخر يغير قرينة السجع، السجع يغيرها، أما يغير بناءها على غير بناء أو تبقى على نفس البناء يغير الحرف الروي مثلا. القرآن أيضا استعمل هذه الطريقة في مواضع ولكن ليست في كل المواضع، حتى تكون القرآن شخصية خاصة به. طيب، فإذا الفواصل المنفردة هي مقصودة، يعني أذكر من ذلك مثال في سورة النساء، النساء جاءت وفق النظام اللي أنا أسميته الأول وهذا الملحق به، وهو الذي يأتي الواو والياء رديفا لحرف رويه، وإذا اقترن بها الألف أو زيالات أخرى هذا أسميته ملحقا، أما الأصل هو أن تكون الفاصلة آخر شيء، يعني العفو حرف الروي آخر شيء ويقف عليه بالسكون، وهذا هو الغالب كما سنرى في القرآن الكريم. يعني تنتهي الآية التي قبلها كأنه كان حوبا كبيرا
ثم بعد ذلك التي بعدها قال ذلك أدنى ألا تعولوا، تعولوا بعيدة كل البعد عن كبيرة. وهكذا. وإذا جئنا إلى سور أخرى نجد مثلا سورة الأحزاب كلها بنيت على أن يكون الألف المطلقة ملحق بحرف الروي من أولها الأخيرة، ولكن جاءت فاصلة واحدة الرابعة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، لم تتناغم مع مجاوريها. واللطيفة حتى بالنساء التي هي من نفس النظام، نظام سورة الأحزاب، أيضا جاءت السبيل، جاءت السبيل بدون ألف. وفي سورة الفرقان كذلك هم أيضا فيها هذا النظام، فيها نظامان لكن هذا النظام موجود، النظام اللي مشبع بالألف، هذه أيضا جاءت السبيل بدون ألف. وإذا نبحث بالقرآن سنجد فواصل كثيرة، يعني أنا رأيتها تزيد على نصف الفواصل، لو جاءت بالشعر لجاء معها الألف مثلا. فالقرآن الكريم بعد قليل أعطي تفاصيل عن هذه، دائما الكلمة المقترنة بآل التعريف لا يطلقها، يقف عليها بالسكون، وهو يهدي السبيل، سبيلنا منصوبة، مقال السبيلة، لاحظ. لكن وردت عندنا ثلاث فواصل في السورة نفسها اقترنت بها الألف وجاءت معها ألف الإطلاق، وهي الظنونة والرسولة، وبعد شنو عندنا فاصلة أخرى ثلاثة. فهالفواصل الثلاثة هنا يعني وجدت كلاما للعلماء يعني هذا الكلام مفيد، ما أجد، أنا كنت أسار حينما أجد واحد يتحدث بهذه التفاصيل من القدماء خاصة، لكن هنا في هذا الموقف احتاروا لماذا جاء فيها ألف، ألف الإطلاق وهي معرفة بأل وليست من عادة القرآن أن يأتي بذلك. تحدث عن هذا يعني العلماء، وذكرت في كتابي في الفاصلة القرآنية في موضوع هاي الفواصل الثلاثة، أيضا هذا بحث مستقل، نقلت أقوال أكثر من 30 منهم يكادون يتفقون على أن الفواصل تجري مجرى القوافي في الشعر. والحقيقة هذا كلام يعني أنا أستغرب يعني كيف يصدر، وهي حتى في هذه، في هذه هي لم تأتي غير هاي الآيات الثلاثة، ما جاءت في مكان آخر نهائيا. المقترن بالعل يوقف عليه حتى إذا كان به فتحة، يوقف عليه بالسكون، فهو أقرب إلى كلام العرب مو إلى القوافي. فهذا الكلام يعني الحقيقة استبعدته وذكرت عدد الآيات، يعني أذكر لكم مثلا إحنا عندنا فاصلة النون اللي هي حرف الرو، النون هو يأتي أكثر حرف في القرآن للخصائص الصوتية التي يتمتع بها هذا الحرف، جمالية والوضوح ومتصاحبه من غنة، والميم مثله، هذا جاء تقريبا يحتل 50% من فواصل القرآن. هذه حينما نحللها نجد مكونات هذه الفواصل ما هي. المكونات هي أمثلة الأفعال خمسة المسندة إلى واو الجماعة مع ثبوت النون، يؤمنون يعملون مثلا، هذه النون فيها مفتوحة، هل لو تأتي في الشعر يقول المؤمنون ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، لاحظ الأندرين حتى بألف هذا الشاعر أطلقها بالألف، فبالشعر تطلق هي، لكن إحنا ما نقول القوافي الفواصل تجري مجرى القوافي من أجل ثلاث فواصل فقط. ولذلك التفسير الصحيح الذي رجحته هو
المعنى الدلائل الآيات، لأن في النار يصرخون يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلا، ويقولون ربنا إننا أطعنا سادتنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. لاحظ في موقف لا يسد عليه أحد. فهذه الألف التي استعملوها هي ألف متنفس عن الضيم والحزن الذي فيه الإنسان. لذلك إحنا لأيد هذا في مواضع النحو عندنا الندبة وغير الندبة كلها بالألف، وزيداء كلها بالألف، لأن الألف متنفس لم تأتي بالواو والياء. والسبب لأن الألف يقول علماء الصوت المد فيه أقوى من المد بالواو والياء، لهذا هذا حيفسر لنا ما سأذكره لاحقا بأنه الفواصل المردفة بالألف لا تختلط مع الفواصل المردفة بالواو والياء، كل واحدة تأتي وحدها. حتى في الشعر القصيدة إذا مردفة بالواو والياء لا يأتي معها الألف، الألف يأتي وحده وفي قصيدة أخرى، والرديف هو الذي يكون قبل حرف الروي يردفه. وأكثر كلام العرب هو على هذا، لأن فيه مدود والمدود جميلة يتغنون بها. طبعا هناك موضوع اسمه خروج نظم الآية عن المألوف لمراعاة الفواصل، فيذكرون أمثلة أنها أصبح في الآية تقديم وتأخير رعاية للفاصلة حتى الفاصلة تكون في الأخير، وجاء هنا اسم الفاعل ينوب عن اسم المفعول للفاصل، وكلام كثير. نقل السيوطي عن الشيخ الصائغ في هذا الموضوع 40 مثال ذكرها كلها في كتابه الإتقان، ولكن هذه حقيقة فيها وجهات نظر. كما ذكرت أن القرآن يراعي عنده توازن بين المعنى وبين الجانب الجوانب الإيقاعية في الفاصلة، لا يكون أي منهما على حساب الآخر. فهذه مذكورة في الكتب، بل أبعد من هذا، يعني وجدت ابن عصفور الإشبيلي حينما في كتابه ضرائر الشعر، يعني هذه الضرائر يذكر أنها موجودة حتى في القرآن، ويستشهد بهاي الآيات الرسولة والسبيلة والظنونة، آية ثلاثة اللي جاءت في سورة الأحزاب، يستشهد فيها ويقول زيدت الألف لتساوي المقاطع. هذا طبعا كلام ما مقبول، القرآن ليس فيه ضرورة، وما لا أعلم كيف فاتت الشيخ يعني هذا الموضوع. القرآن ليس موضع ضرورة نهائيا، هذا ضرورة البشر، إحنا نعجز في أماكن فنأتي بأي كلام نمشي به الموضوع. حتى الشعر حينما تقرأ القوافي ليست كلها قوية، فيها قوية هنا، ولكن خاصة إذا طال المدى والقصيدة طالت يبدأ النظم سبك يضعف. قلنا هذا موجود، يعني هو شاعر يختلف عن آخر في قوة قافيته. نأتي إلى الأنظمة. الأنظمة ولم أجد أنا واحد كتب نظام شامل، لم أقف، وأنا بشر يعني على كثرة ما قرأت لم أقف. لذلك أنا من خلال استقرائي لآيات القرآن ولكلام العرب ولقوافي الشعر، وهي القرآن راعى عادة العرب في كلامهم، يعني سويت شيء مشترك بي، وهو قسمت الفواصل إلى ثلاثة أنظمة. النظام الأول حرف الروي الذي يوقف عليه بالسكون المردوف بالياء أو الواو، وكلمة الردف هي جاية من التتابع أو من الراكب بعد الراكب، يقول هذا رديف، هذا رديف
جاء بعده. هنا حقيقة مشكلة أنا ذكرتها في الكتاب، أن حتى اللغويون أصحاب المعجمات أيضا يقولون هو حرف مد الرديف يسبق حرف الروي. طيب وإحنا نفسر نقول هو يأتي بعده، الرادف يأتي، الراكب يأتي خلف الراكب، هنا كيف يسبقوه ونسميه ردف؟ يعني لم أجد حلا لهذا الموضوع إلا أنه فسرت، لأن الشعر الكلام العربي السطر العربي يبدأ من اليمين إلى الشمال إلى اليسار، فاتجاه سير الجملة العربية وين؟ إلى الشمال، فالأمام ما كان على الشمال. لاحظ هذا التفسير، وأعتقد مقنع، هو أنا مقتنع به. فالذي قبله الحقيقة هو مو قبله، هو بعده باتجاه السير، لذلك سموا رديف. بس تعبيرات العلماء ما يتقيدون بشكل دقيق، يقولون يسبق حرف الروي. فإذا الكلام إما أن يكون الفواصل إما أن تكون مردوفة، قبل حرف الروي حروف مد، أو لا تكون. الذي فيه حروف مد قسمان، قسم الألف وهذا الألف وحده ما يختلط كما ذكرت، والقسم الآخر فيه واو وياء يتناوبان ضمن فاصلة واحدة. الحقيقة هناك كلام أود أن أذكره، أحد المستشرقين عاب على الشعر العربي أنهم يجمعون في قصيدة واحدة بين الواو والياء، فهذا الكلام حقيقة مستغرب، لأن أساساً هم غير ملزمين بالقوافي في شعرهم. تتكلم على أمة انفردت بالقوافي الشعر. العرب هذا ذوق عرب، العرب استذوقوا أن تكون الواو والياء في قصيدة واحدة رديفة، في قصيدة وفي سجعات متصلة، وعلى هذا جاء القرآن الكريم. والسبب أنا حينما أرى أن المد لم يكن متطابقا بين الواو والياء فهو متقارب قوة المد، لكن هو أقل من الألف، لذلك الألف جاءت في نظام والواو والياء في نظام. فإذا إما أن تكون مردوفة على النوعين بالواو والياء نوع أو بالألف نوع آخر، وإما أن تكون غير مردوفة، ما بيها حرف سورة القمر وغيره ما بيها، سورة الكهف ما بيها حرف، بيها سورة الكهف بيها حرف إطلاق بالأخير ألف الإطلاق، لكن كلها جاءت بدون ردف. طبعا أنا أسمع من القراء يقولون هذه التي ليس فيها ردف الوقوف عليها أصعب من التي فيها ردف، لأن فيها مد، فيها مد ثم يتوصل إلى حرف الروي ويقف عليه وقوفا عابرا، لاحظ لأنه ساكن وقوفا عابرا، فالقوة وين؟ في المد. فإذا الأنظمة الرئيسية وهي كل فواصل القرآن تنتمي إلى هذه الثلاثة، أما أن تكون مردفة بالواو والياء هذا أسميته النظام الأول، وإما أن تكون مردفة بالألف هذا النظام الثاني، وإما لا تكون مردفة هذا النظام الثالث، ثم فيها ملحق لأنه الأصل في النظام أن تقف على سكون، لكن لو لحقت ألف الإطلاق مثل سورة النساء بها كلها فواصلها واو مردوفة بالواو أو بالياء لكن بها ألف الإطلاق، هذا ملحق أسميته. هو لماذا ملحق؟ الحقيقة لأنه المدود تختلف فيه، هذا لما تقول حكيمة عليمة هذه الياء حركتين فقط تأخذ، لكن لما تقول حكيم عليم هنا عندنا يأخذ مداه من حركتين إلى ستة. بعض العلماء يقسمونها أما حركتين أو أربع أو ست، لكن آخرون ما بينهما أيضا يجيزون،
تكون ثلاثة وخمسة، إذن من اثنين حركتين إلى ستة. من الذي يقرر هذه الحركة؟ سرعة القراءة. أما قسموا القراءة إلى ثلاثة يعني أقسام السرعة، فإذا كانت القراءة بطيئة يكون فيها المد أطول، القراءة المتوسطة المد أقل. أما القراءة هذه نسميها إحنا مرتلة، هم يسموها الحدر، هذه أيضا الوقوف بها على أقل شيء، يعني المد العفو المد بها. فإذا أكو نظام وأكو ملحق إليه، هو الذي لا يوقف على حرف رويه بسكون، فيه ألف أو أحيانا تجي ضمير أو تجي تاء، فيه موجودة تفاصيلها. هذا الكتاب إن شاء الله يكون يمكن موجود عندكم يوزع، الدكتور أظن خالي لكم يعني نسخ منه. فهذا وثاني أيضا ألف يوقف عليها بالسكون، هذا الأصل إذا على الحرف الروي بالسكون، أما إذا لاحقه حرف المد أو ضمير أو غير ذلك هذا ملحق. كذلك الذي ليس فيه ردف أيضا مثله، ما يوقف بالسكون وهو الأصل والآخر هو الفرع. بقي عندنا لم يطلعنا القدماء على يعني هذا التشاكل بين الفواصل بأي شيء يكون، أي شيء. وثم قالوا هم بالفاصلة، قالوا كلمة آخر الآية اللي هي موضوع حديثنا كما ذكرت، فهل هي كلمة فعلا؟ فالجزء الذي يتناغم مع مجاوري بأي شيء يتناغم، لم يتحدثوا عن هذا. بعضهم قال هذا فيه ردف مثل سابقي مثلا، فهي جزء. لكن الذي يعني يتأمل هذا الموضوع يجد أن فواصل النوع الأول وهي الفواصل التي يوقف عليها يعني على حرف رويها بالسكون المردوفة بالواو والياء، وذكرنا مقدار المد بها، هذه أنا وجهة نظري بها أربعة عناصر للتوافق. العنصر الأول هو الوقوف على حرف الروي بالسكون، العنصر الثاني هو مد حرف المد وهو أقواها العناصر، العنصر الثالث هو أن حرف المد عادة تسبقه حركة مناسبة له، فالواو تسبقه ضمة والياء تسبقه كسرة، وهذا هو الفارق بينه وبين حروف اللين كما سأذكرها بعد قليل. فهذه تضفي جمالا على نسق التوافق. ثم الوزن هو أنا ارتأيت هو تشكيلة من المقاطع القصيرة والصغيرة تتشابه، وتقطيع يعني شفت في يعني أكثر الآيات يقابل تقطيع فاعلات تتألف من أربعة مقاطع، ثلاثة طويلة وواحد قصير، القصير والثاني فا طويل عي قصير لا طويل تن طويل، هذه الأوزان تأتي على مشابهة لهذه، وقد تأتي فاعلات مخبونة وقد تأتي فالات، هذا الأقل هو يعني بحذف التشعيث يسموه بعلم العروض حذف رأس الوتد، ولكن كيف تتناغم إذا جاء الوزن فيه تغيير؟ يعني هو يعني تفسيره هي الأذن العربية تعولت على هذا من خلال قواف الشعر واستساغته قبلته، لذلك القرآن جاء على عادة العرب هذه. هذا النظام الأول كم يشكل في القرآن؟ يشكل ما نسبته بالضبط 69.9 من المئة، يعني خلنا نقول 70%، يعني كل 10 فواصل 7 منها تنتمي إلى هذا النظام. فهذا هو النظام الشائع في القرآن، ما يوقف على حرف رويه بالسكون المردوف بالألف والواو بالياء أو الواو. هنا لو نأتي إلى سورة الفاتحة
ذكر العلماء لها فضائل كثيرة. يعني يمكن أن نضيف إلى هذه الفضائل أنها أعطتنا مفتاح النظام الموجود بالقرآن، فكلها جاءت على النظام الأول، بمعنى أن هذا النظام هو السائد في القرآن. وفضيلة أخرى أيضا أضيفها إلى ما ذكره العلماء هو أن هي 7 آيات، 4 جاءت بالنون و3 بالميم. هذا أيضا إيحاء بأن حرف الرو النون هو السائد في القرآن، يليه بالدرجة الثانية الميم. الحقيقة أنا يعني عقدت مقابلة مع الشعر لأرى موقع هذا النظام بالشعر وين، فاخترت 10 دواوين للشعراء جاهليين ومخضرمين يعني إسلاميين، وهم عاشوا في الجاهلية. جمعت شعرهم كله يعني أكثر من 8000 بيت وقسمته على هاي الأنظمة، فشفت نفس الأنظمة هي بالضبط نفس الأنظمة مع ملحقاتها هذا. فالنظام يتشابه، لكن القرآن الكريم يفرق عن يعني الفواصل، الفرق بينها وبين القوافي، يعني هذا واحد من الفوارق، هي فوارق كثيرة، أن معظم الفواصل الأصل أن يوقف عليها بالسكون. إحنا عندنا الشعر لا، الشعر القافية إما أن تكون مقيدة يعني ساكنة، كان الغربان في العصر مليك في السكون، وله في النخلة الكبرى أريك، هذا شوقي في ديوان الأطفال مثلا يعني. فهكذا بالشعر القوافي المقيدة، مع أنها أسهل على الشاعر لأنه يقابل المجرور بالمنصوب بالمرفوع، ما لا يعتد بالحركات، كلها راح تجي سكون، فهي عنده حرية أن يأتي بمرفوع أو يأتي معه بمنصوب أو مجرور ما دام سيوقف عليه بالسكون. وإن كان يعني أحد العلماء هو الحريري حقيقة، أبو القاسم الحريري، هو اشترط أن تكون يعني تنتمي إلى حركة إعرابية واحدة، هذا لا العلماء ما قبلوها، قال هو أساسا حتى يتحرر من علامات الإعراب ما يتقيد، إذا جاب ما مرفوع لازم كل حرف روي له موقع إعرابي من المواقع التي يأتي فيها المرفوع، هذا إذا قيد. لكن لما يسكن بعد هذا الموضوع أصبح فإذا القوافي المقيدة قليلة بالشعر، يعني طلعت نسبتها 7%، يعني كل 100 قصيدة نجد 7 فقط يعني يوقف عليها بالسكون والباقي بالحركة. وكيف نقول يوقف بالحركة؟ لأن الحركة في الشعر تمد تشبع، إذا كانت ضمة تمد تصبح واو، وإذا كانت كسرة تمد فتصبح ياء. والألف معلوم المفتوح هو أكيد يجي مع ألف إذا لم تكن ألف التعريف يعني داخل عليه، إذا كان نكرة. فإذا فرق بالنسب موجودة وفرق بالاستعمال بالأنظمة هكذا. فاخترت هذه القصائد وأعطيت مع كل نظام وملحقه أعطيت قصائد، اخترت لكل شاعر 3 قصائد، من كل قصيدة 3 أبيات فقط حتى لا أطيل يعني. وشفنا التطابق يعني بالبناء بين القوافي وبين الفواصل، بالبناء تتشابه لكن الفرق هو بالوقوف عليها، هنا اختلفت عندنا، صار عندنا فرق. الآن أنتقل إلى موضوع آخر، موضوع فواصل النون في القرآن الكريم. حقيقة هذا حرف النون أو صوت النون هو من أجمل حروف العربية وأوضحها وصاحب الغنة، والعرب يحبون هذا الحرف، كانوا يترنمون بالشعر الذي فيه النون يتغنون به، فجاء القرآن على هذه العادة أكثر من فواصل النون
حتى بلغت ما يقارب نصف الفواصل 50% وكسر بسيط، يعني أكثر من 3000 فاصلة هي نونية في القرآن. ثم بعدها يأتي الميم. هنا يعني فد شيء هو تعجبت منه حينما ذهبت لأفحص الشعر، قوافي الشعر، طبعا لم أجد النون الأولى. النون وجدتها تتراوح عند الشعراء العشرة في كل قصائدهم بين المركز الثاني بالتسلسل من حيث العدد والسادس، لذلك أخذت للسادس باعتبار حتى النون تدخل. وجدت أن هناك مشترك بين الفواصل والقوافي في موضوع اختيار أحرف الروي في الشعر وفي الفواصل. الأحرف الجميلة الواضحة التي تخرج من مقدمة جهاز النطق، اللام والراء والميم والفاء والباء، هذه كلها هي بالأول بالشعر وموجودة بالقرآن. يعني هذا هنا أنا أعتقد هذا بجانب إعجازي، يعني كيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان قارئ الدوام من الشعراء وهو أمي وعمل إحصائية، يعني فت قضية لابد أن تكون هي من الله وهي جزء من الإعجاز، مثل ما هم تعودوا ومثل ما يحبون، وهي فعلاً فعلاً جميلة هذه. فعلى الرغم من أن النون لم يأتي أولاً، طبعاً أنا يعني في تفسيري النون لم تأتي أولاً لأنه كلام البشر محدود، الشاعر ما يستطيع يكثر من كلام من حرف روي أكثر من قابليته ومما هو مطلع عليه من قوافي تصلح لذلك. يعني إذا جيب نصف واصل نون سيقع في التكرار وسينتابه الضعف، لاحظ، بينما هذا كلام الله سبحانه وتعالى كله في قوة واحدة، ليس هناك شيء أقوى من شيء آخر. فإذا الأنظمة الثلاثة هي موجودة. إحنا رجعنا إلى فاصلة النون الآن، فالنون هكذا هي. بقى عندنا دراسة مكونات النون، مين جاءت يعني صياغ النون، فواضحة يعني معلومة أنها قسم منها من أمثلة الأفعال الخمسة المسند إلى واو الجماعة، وقسم منها جمع مذكر سالم مؤمنون مثلا. هذه أيضا في حالتين، إذا جاءت بالواو والنون بالرفع أو بالياء والنون بالنصب والجر، هي أيضا يعني تأتلف ضمن نظام واحد. ولكن الذي وجدت أنه وقفت عندما، وطبعا كلمات أخرى مثل طين ومسنون وغيره هي بأصلها موجود واو نون أو ياء ونون، هذه هي المكونات. بس توقفت أن المثنى لماذا لم أره في مكوناته، والمثنى أيضا بالنصب والجر ياء ونون. وحينما أأتي إلى قوله تعالى يعني وإذ قال ربك للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فالمفسرون يقولون لم يقل طائعين بس ما يذكرون السبب، فقط ينشغلون أنه لماذا ورد بالجمع وهي جماد، يعني ومن شروط جمع المذكر السالم هو يكون العاقل، فيقولون لأنه هذا الحوار اللي صار وإذ قال ربك وهم قالتا، يعني نزلهم منزلة العقلاء، لاحظ هذا، فجاءت الجمع. طيب وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هو يتحدث مع اثنين، ما قال فتكونا ظالمين، لاحظ فتكونا من الظالمين. وإحنا عندنا يعني وردت في قصار السور فرعون وثمود، قدم فرعون على ثمود، وثمود هي الأقدم
طبعا هذا الذين يعتدون بالفاصلة دون أن يذهبوا إلى المعاني، ما يعتدون بالمعاني أيضا يعني ما يعتبروها شيء متوازن، يسارعون بأن هذا لأجل فاصلة. نعم الفاصلة مقصودة، ولكن أيضا يمكن الفعل الذي جاء به فرعون حتى ادعى الربوبية أقوى مما جاء به قوم ثمود من الكفر، وعلى مقدار كفرهم يعني هم ليسوا يعني بقليلي الكفر، ولكن هذا يعني في الجانبين يا مراعاة. لكن لماذا لم يأتي على ترتيبه؟ لم يقول ثمود وفرعون. هنا المشكلة تقف أن هذه المثنى في المكانين ذكرتها طبعا وأماكن أخرى، وهذه فرعون هذه الواو واو لين ليست واو مد، هذه موجودة بكلمات كثيرة في القرآن، تأتي في الفواصل الداخلية موجودة، لكن في الفواصل الرئيسية القرآن أبعد هذه حروف اللين، ولم يأتي منها إلا بثماني فواصل أنا من رأيي مثل عليها. جاءت مثلا سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، شوف قريش الصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وثلاثة في البلد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هاي الثلاثة مؤتلفة مع بعضها، واحد يقول كيف جاءت إذا هي مؤتلفة مع بعضها، وهنا في قريش مؤتلفة مع بعضها، لم تأتي مؤتلفة مع حروف المد. لا هذا شكل وهذا شكل آخر، فالقرآن مثل عليها بهذه الفواصل ولم يأتي بها. الحقيقة السبب العلماء يقولون حروف اللين فيها شيء من المد، مخارجها تختلف عن الواو والياء، لا تخرج من الجوف، مخارجها تختلف وفيها شيء من المد، لذلك أنت حين تمد الصيف غير حينما تمد مؤمنون، يأخذ شكون يأخذ جمالية المد، يأخذ مداه. لذلك العلماء فرقوا بين الاثنين ويعني ميزوا أعطوا أفضلية حينما يعني يتجاور فاصلتان، واحدة داخلية مثلا جاءت على اللين وفاصلة رئيسية جاءت على المد، أن المدود لا تكون في المد أقل من اللين، أما بمقداره يعني إذا مددت اللين حركتين أو ثلاث لازم أيضا المد يكون حركتين أو ثلاث أو أكثر لا تقل، أعطوه هذه الميزة. يعني هو هذا السبب، سبب لأنه المد فيها يعني لا يأخذ مدى. طيب هذه يتحدث عنها الفواصل تجري مجرى القوافي، ذكرت أنه لا تجري، وبدليل هي حتى نقف في ألف الإطلاق التي جاءوا بها، يعني فقط هاي المواضع جاءت بالقرآن ثلاثة من آلاف، أنا عديتها أكثر من 3000 فاصلة مفتوحة الآخر، لو جاءت في الشعر لجاءت بالألف، فكيف يقولون تجري مجرى القصائد؟ أكو عندنا بس فقط موضوع أخير، تقفية الفواصل. إحنا عندنا الشعر عادة البيت الأول يكررون فيه القافية مرتين، مرة في نهاية الشطر الأول ومرة في نهاية الشطر الثاني، الأذن العربية تعودت على ذلك بل تطلبه. هو لماذا هذا التكرار؟ التكرار تفسيره هو لأن البيت لا يكتمل إلا بالقافية، ما يظهر جماله إلا تأتي هذه الكلمة التي ينتهي بها معنى البيت ثم تتناغم مع سائر القوافي في القصيدة، فهو يطلب يبقى يتحسس القافية، يعني يطرب لها، لما تأتي ما بعدها هو مشبع أذنه فيها. ولكن في البيت الأول لا يوجد بيت يسبقه حتى
تتشبع موسيقى القافية في أذنه، ذلك الشاعر يعطيه مرتين في البيت، وكل قصيدة تأخذها، خاصة القصائد المتأخرة. أيه. هذا باختصار حتى أمثلة ما راح أضرب لأنه يبدو الوقت أدركنا. هذا أتي إلى موضوع الفواصل. الفواصل هل فيها تخفية؟ الحقيقة أنا من وجهة نظري نعم فيها ما يشبه هذا، أن الأذن أيضا يعني تتحفز قبل أن تبدأ بالقراءة. فعندنا سطر البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، تحدث العلماء وأفاضوا في تفسيره، وأكثر واحد فصل فيه هو في روح المعاني الألوسي رحمه الله، فصل بهذا الموضوع وتحدثوا عن الرحمن والرحيم، لماذا تقدمت الرحمن على الرحيم. قسم قالوا الرحمن هي أبلغ من الرحيم لأن حروفها أكثر على قاعدة ابن جني. قسم آخر قالوا لا، الرحيم أبلغ مثل حذر، أبلغ من حاذر، مع أن حروفها أقل. وهنا تعرضوا لنظرية ابن جني، قالوا هي نظرية أكثرية وليس نظرية عامة. نعم صحيح هذا، وأنا عندي يعني هواية أوزان بالعربية هي لا تتي على القاعدة. مثلا تأخذ سيوف وأسياف، أسياف جمع قلة من خمسة أحرف، وسيوف جمع كثرة، والكثرة تبدأ بعد القلة من عشرة وفوق، هاي من ثلاثة إلى تسعة القلة العدد. فإذا نظرية ابن جني غير شاملة، هو الرجل يعني خدم العربية والرجل كبير، ولكن بشر أحيانا يتسرع. يعني من تسرعاته أنا ذكرتها طبعا أحد كتبي، أنه يقول كل إذا قطعت عن الإضافة لا يأتي خبرها إلا جمعا، كل إلينا راجعون. الحقيقة لا، الذي ليش أقول أنا قدمت، الإنسان يجب أن يقرأ القرآن آية آية بعد ذلك يحكم. كل آمن بالله وملائكته، كل آمن ما قال شوف لاحظ، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فتأتي مفرد على لفظ كل، وتأتي على المعنى جمعا، فتأتي هكذا الاثنين. فلو جئنا إلى سورة هذا السطر البسملة، أيضا بعضهم ساوى بين الرحمن والرحيم، أي قالوا لا هي في درجة واحدة، سندوا إلى حديث شريف في هذا، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، قالوا هما سواء. فالمهم أن الكلمة الأخيرة بالسطر جاءت الرحيم، والرحيم تنتمي إلى الفاصلة الأولى بالقرآن اللي هي 70% شكل. فأنت من أين تبدأ بالقرآن بعد ما تقرأ البسملة؟ يعني 70% أنت ستأتي بعدها فاصلة مناسبة لها. وحتى إذا لم تأتي فالبسملة فيها فوائد أخرى، التبرك والتيمن والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة هي أمور كثيرة في الفاصلة، أنا اختصرت هذا الموضوع فقط ليعطي يعني نبذة مختصرة، وخاصة في موضوع الأبنية. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر أستاذنا الدكتور عبد المنعم أحمد صالح على هذه المحاضرة القيمة، والتي فصل فيها عن موضوع الفاصلة في القرآن الكريم. ملاحظتين إن شاء الله، كما تفضل الأستاذ الدكتور كتبه موجودة إن شاء الله تقدم لكم هدايا، ومن يرغب في توقيع الدكتور إن شاء الله بعد ما نؤدي صلاة العشاء يوقعها لكم بإذن الله تعالى. والملاحظة الأخرى، مجلس الخميس إن شاء الله سيكون كل أسبوعين مرتين في الشهر، وتأتيكم الدعوة بإذن الله تعالى في المجلس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.